اعظم توفيق يناله الانسان في حياته اتعلمون ما هو ان يقع تحت نظر لطف امامه هذا هو اعظم توفيق يناله الانسان في حياته انا احدثكم انتم ابنائي وبناتي واخواني واخواتي في موده قائم ال محمد الذين يحملون الهم العقائدية المهدوية في قلوبهم. أنا أتحدث مع هؤلاء. لا شأن لي بغيرهم. لست معتوهاً كي أحدث الذين لا يتذوقون حديثي. لست معتوهاً أنا. أنا أخاطب الذين يتذوقون. حلاوه هذا الفكر اعظم توفيق يناله الشيعي في حياته ان يقع تحت نظر لطف امامه البوابه السبب الذي يعينه على ذلك قطعا قطعا الامر كل الامر بيد امامنا نحن لا نقترح على امامنا ولا نشترط على امامنا نحن عبيد نمتثل امره هذا هو المفترض فينا ان يكون وان نكون هكذا لنبقى بحدود الافتراض وبحدود التنظير الامر كل الامر راجع اليه صلوات الله عليه لكن من جهتنا افضل ما نستطيع ان نتقرب به ان نكون على معرفه بعقيدتنا السليمه وان يكون همنا في ان نحصل هذه المعرفه بقدر ما نستطيع بحدود امكاناتنا زمانا مكانا معيشه احوالا اجتماعيه ظروفا موضوعيه هذه الدنيا كلها مشاغل ومشاكل كل شخص بحسبه وبحدود ما يستطيع. السعي الدؤوب ولو بجزء يسير من الوقت لمعرفه العقيده السليمه تجعل إمامنا ينظر إلينا. لقد ورد في رواياتهم واحاديثهم وهم يبينون لنا الحكمه من استحباب القيام عند ذكر اسم القائم عندما يذكر اسم القائم ونحن نقصد به الحجه ابن الحسن والا فكل الائمه يلقبون بهذا اللقب ويوصفون بهذا الوصف رسول الله هو قائم دين الله والقائم بأمر الله وهذا المقام لامير المؤمنين ايضا وللصديقه الكبرى فهي القيمة القائمه صلوات الله عليها ولامامنا المجتبى وللشهيد العطشان في الطفوف ولسائر ائمتنا من امامنا السجادي الى امامنا الحسن العسكري محمد وال محمد كلهم قائمون بدين الله وقائمون على دين الله وقائمون بامر الله وقائمون على امر الله لكن هذا الاطلاق على امام زماننا له خصوصيه كاطلاق الصادق على امامنا جعفر والا فان رسول الله هو الصادق المصدق الاصدق هو اصدق الصادقين هو تاج راس الصادقين وهو الصدوق الاصداق ولا توجد كلمات اخرى حتى اقولها وهذا الوصف ينطبق عليهم جميعا من علي ففاطمه فالحسنين الى السجاد الى القائم لكن جعفر الجعافري إمامنا الطاهر المطهر الأطهر لقب بهذا اللقب هذه خصوصيات تاريخية زمانية وشؤون ترتبط ببرنامج الإمامة الذي ينفذه في زمان إمامته هذا ليس من بحثنا حينما يذكر هذا الاسم من أسماء إمام زماننا يستحب للشيعي الذي يتمكن من القيام ان يقوم الذي يقود سيارته مثلا لا يستطيع القيام وهكذا المريض الذي يكون جالسا على المنبر مثلا وهكذا الذي يكون متمكنا من القيام يستحب له القيام وأن يتوجه إلى القبلة وأن يضع يده على رأسه لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا يستحب أن نفعل ذلك؟ عند ذكر إمام زماننا بهذا الاسم باسمه القائم صلوات الله عليه هو من أحب الأسماء إليه ومن أحب الأسماء إلى الملائكة ومن أحب الأسماء إلى الله لأنه يمثل برنامج الله هذا عنوان برنامج الله ومشروعه في هذا العالم. من الذي يقوم به؟ هو هذا القائم. قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه. لماذا يستحب ان نقوم عند ذكره الشريف هذا؟ في الروايه من ان الامام ينظر إلى ذاكره بهذا الإسم ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم بين يديه إجلالاً واحتراماً وهذا الإسم يذكر ويشير إلى دولة حقه انه القائم بالحق فما بالكم فما بالكم اذا كان سعينا للمعرفه الصحيحه لهذا الاسم انها العقيده السليمه وما بالكم اذا كان سعينا دؤوبا للتمهيد لمشروعه وما بالكم ونحن نسعى لصناعه تيار عقائدي مهدوي مجتمعي يحمل هذه الامانه يحمل العقيده السليمه بدلا من عقائد الضلال التي نشرتها الحوزه الطوسيه والمرجعيه الطوسيه وتتناقلها الاجيال لقد خانوا الامانه ما اطرحه من اقتراح صناعه تيار مجتمعي فكري عقائدي يحمل الهم المهدوي محاوله محاوله لتصحيح بعض هذا الواقع محاوله لانقاذ ما بقي من شيء لم تحرقه نار ضلاله سقيفه بني طوسي انها محاوله لانقاذ ما بقي من ركام من خراب سببته لنا حوزه الطوسيين لا لعنه عليها منذ ان تاسست والى هذه اللحظه فسعينا ان نحافظ على هذه الامانه وان ننشر هذه الامانه ولكن قبل ذلك ان نتعلمها والا كيف نحملها؟ سنكون كحال حمير الحوزه الطوسيه يحملون الاسفار وهم لا يفقهون شيئا منها بل يشككون فيها وينكرونها هذا هو السبب الذي سيوفقنا ان نكون تحت نظر لطف إمام زماننا وهنيئا هنيئا لمن فاز بهذا الفوز هذه نجاة نجاة من الضلال واقتراب من منبع الطهر الديني على أي حال إمامنا الصادق ماذا قال لنا قال همكم معالم دينكم ان اهل بيت صادقون انتم شيعتنا هكذا تدعون همكم 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 معالم دينكم اقرا عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة الرابعة إنه الحديث السابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن عاشر أئمتنا في سلسلة الأئمة المعصومين الاثنى عشر أحمد ابن حاتم ابن ماهوي هو وأخوه كتبا إلى الإمام الهادي كتبا يسألان عن أي شيء يسألان عمن ياخذان معالم دينهما الامام اجابهما كتبيا كتابه فهما سالا كتابه والامام اجاب كتابه هكذا كتب اليهما فهمت ما ذكرتما فهمت سؤالكما فانكما تسالان عمن تاخذان معالم دينكما فاصمدا 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 في دينكما المراد من الصمد والصمود اولا الاتجاه الصادق الصحيح الكامل توجهوا الى هذه الجهه وثانيا الصبر والاستقامه والثبات هذا هو الصمد والصمود التوجه الى الجهه المطلوبه ان يكون توجها صادقا كاملا باخلاص وهذا يحتاج الى ثبات واستقامه وصبر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فاصمدا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وفي نسخه على مسن في حبنا وهي كنايه تشير الى نفس المعنى الذي تشير اليه كلمه متين فاصمدا في دينكما على مسن على متين في حبنا وكل كبير التقدم في امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى. اذا هناك نقطتان لا اريد ان اعلق على تضعيف وانكار مراجع الحوزه الطوسيه من الاموات والاحياء لهذه الروايه ومن انهم لا يشترطون في مرجع التقليد الذي هو مصدر الدين للشيعه كما هم يزعمون لا يشترطون فيه ان يكون شديد الحب لمحمد وال محمد وان يكون له ثبات تام في معرفتهم وهذا الكلام حدثتكم عنه وجئت بكتبهم من اموات المراجع ومن احيائهم وهذا هو قول الجميع بالمناسبه هذا هو قول الجميع لا شان لي بهرائهم وقذارتهم العقائديه الخلاصه التي نصل اليها هناك امران الأمر الأول أن يكون همنا معالم ديننا والأمر الثاني أن نكون صامدين في توجهنا إلى متين في حبهم وكبير التقدم في أمرهم ان نعرف المصدر الذي ناخذ منه لا يصح ان ناخذ ديننا من كل حمار معمم ابحثوا عن المصدر الصحيح لمعالم دينكم هذان الامران اذا اجتمع شكل سببا للتوفيق وان ينال الانسان لطف نظر امامه صلوات الله وسلامه عليه